مساء الخير، انا نايل الشافعي. النهارده 8 يناير 2017، يوم الاحد، وانا حابب اتكلم معاكم عن احدث التطورات في قضيه تيران وصنافير. ببساطه، تيران وصنافير لم تكن الا مصريه على مر التاريخ، ليس هناك اي دليل او ادعاء لاي دوله اخرى عليه. ولكن خلينا نبص نركز على الادعاءات الاجنبيه الغير مصريه في الفتره دي. سنة 1951 الملك فاروق أعلن منع مرور السفن الإسرائيلية في مضيق تيران، وأوقف منع سفن من العبور في مضيق تيران بسبب ذلك. بعد كده سنة 55 حصل حادثة سفينة بات جليم، هم بيجسوا نبض النظام الجديد في مصر، فالبحرية القوات البحرية الإسرائيلية فوتت سفينة يفترض انها مدنية، ولكن كل اللي كانوا عليها كانوا اعضاء من البحرية الإسرائيلية. المهم، مصر وقفتها ومنعتها من المرور واحتجزت الطاقم بتاعها، وبعد كده اطلقت سراحهم. القصة كانت شديدة، كانت سنة 55. جت حصل بعد كده عدوان الثلاثي في 56، وتم الاستيلاء على جزر، على مضيق تيران وجزر تيران وصنافير. وبعد كده تم وضع ترتيبات للمرور في مضيق تيران. بدأت ساعتها على طول، ده كان لأول مرة، في زيارة للملك سعود للولايات المتحدة في يناير 1957، حصلت أول مطالبة بأن السعودية بتطالب بجزر تيران وصنافير. كان ده حصل من واشنطن، مش من الرياضة أو شيء. وأمريكا أيدت المطلب دوت. نيجي نبص بعد كده، حصل بعد كده في 67، إنما الأمم المتحدة وقفت كلها وأيدت إن تيران وصنافير جزيرتين مصريتين، وبالتالي المضيق هو مضيق مصري، وإن كان في بعض الناس بتطالب بحرية مرور عبور السفن، العبور العابر، المرور العابر للسفن فيه من أي دولة. مصر وصلت رفضها إلى أن تمت اتفاقية التنظيم اللي حصلت بعد 56. نيجي 67، بعد كده إسرائيل احتلت سيناء واحتلت معها الجزيرتين دول. نيجي نلاقي على طول بعدها في أغسطس 67 السفير الأمريكي في الرياض هيرمان آيلتس، شخصية مشهورة بعد كده أصبح كمان سفير أيام السادات في مصر، اجتمع بالملك فيصل وطلب، قال له طلع بيان وقول فيه ان انت بتضمن ان انت لو الجزر دي اعيدت لو اعطيت للسعوديه، ان الجزر ديت ان السعوديه تتعهد بعدم عسكرتها وبحريه المرور عبر المضيق. المهم، السعوديه تلكأت ولم تصدر ذلك القرار لغايه اول في يناير 68 او شيء، بعتت جواب بهذا الشأن إلى الخارجية الأمريكية. في الوقت ده إسرائيل كانت خلاص فقدت الاهتمام وقررت أنها تحتفظ بالجزر وخلاص، وانتهى الموضوع على ذلك. نيجي بقى نبص لقدام، لم يظهر أي ذكر بعد كده من السعودية للجزرتين أو للمضيق حتى سنة 1980 بعد كده، وقت الترتيبات لقوات الطوارئ المتعددة الجنسيات اللي هتبقى موجودة في سيناء وفي المضيق. فدي القصة مهمة. وأهم حاجة خالص أنا أحب أأكد عليها، إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت عنصر فاعل مهم جدا جدا في القضية ديت من أول يوم، إن هي الفكرة كلها كانت المضيق مصري لأن الجزر مصرية، فبالتالي إيه الحل الوحيد لكده؟ هو إن الطرف من الطرفين ما يبقاش مصري، إن الجزيرة تبقى جزيرة تيران تبقى سعودية، وبالتالي المضيق يبقى دولي، وبالتالي تحط له ترتيبات مختلفة. تقرأ موجود في مقال تيران في المعرفة مراسلات كبيرة طويلة عريضة من وزارة الخارجية الأمريكية بتتكلم عن الموضوع دوت، وإن إزاي إن مضيق تيران ده مهم جدا لاقتصاد إسرائيل إنه يقوم عشان تبقى دولة مهمة لعبور النفط من الخليج إلى العالم الغربي. نطلع لقدام، بعد حرب 73 واتفاقية فصل القوات، تقرر ان يكون في قوة متعددة الجنسيات موجودة في سيناء وفي جزر تيران وصنافير، او في تيران بالتحديد. وتقرر ان يكون في قوة من الجيش الامريكي تبقى موجودة بصفة مستمرة في جزيرة تيران.
ده الكلام ده في اتفاقيه في سنه 82. فالاتفاقيه ديت استقروا فيها هناك، فمن 82 استقرت قوات امريكيه موجوده في جزيره تيران لضمان حريه الملاحه في مضيق تيران. ده 82. نطلع لقدام في يناير، 8 يناير 1990 مصر تقدمت بخط الاساس اللي بيحدد الحدود البحريه للدوله المصريه. خط الاساس هو نقط احداثيه بتحدد على الساحل المصري اللي يتقاس منها 12 ميل بحري، تبقى هي دي المياه الاقليميه للدوله. وقدمتها لمنظمه قانون البحار في 8 يناير 1990 ومحدش اعترض عليها. والمثير في هذه النقطة هي خط الأساس متكون مصري متكون حوالي تقريبا 120 نقطة، النقطة 34 منهم بنفاجأ أن هي دي النقطة بتاعت بتحدد إحداثيات مدينة شرم الشيخ، في حين أن مدينة شرم الشيخ ما هياش النقطة الأقصى شرقا الأبعد شرقا في الحدود المصرية، كان مفروض تكون جزيرة صنافير لأن هي دي الأقصى شرقا. فمعنى ان مصر مقدمه ان خط الاساس بتاعها في عند هذا الخط عند خط العرض ده هي مدينه شرم الشيخ، اذا معناها انها بتقول ان ما عندهاش اي نقط تانية اراضي تانية شرق ذلك تدعي ملكيتها. فاذا انه يعني من 1900 يناير 1990 مصر فرطت رسميا في جزيرتي تيران وصنافير. فده في 1990، تقدروا تشوفوا الكلام ده في مقال اسمه حدود مصر في مقاله في موسوعه المعرفه. نطلع لقدام لسنه 2010. في حاجه اسمها قانون البحار، اي دوله بتحدد عايزه تحدد حدودها البحريه بالاول بتحدد حاجه اسمها خط الاساس. خط الاساس ده هو عباره عن نقط احداثيات موجوده على الساحل بتاعها بيتقاس منها 12 ميل بحري، منها يبقى هو ده المياه الاقليميه للدوله. فالسعوديه قامت سنه في 25 يناير 2010 قدمت لمنظمه قانون البحار خط الاساس بتاعها، و12 في البوليتن رقم 72 في 2000 في النصف الاول. بتطلع البوليتن دي بتطلع مرتين في السنه، ففي النصف الاول ل 2010 طلعوا البوليتن نمبر 72 وفيها الاحداثيات ديت، وتم وفي من حق اي دوله ليها اعتراض انها تعترض في خلال شهر من تقديم اي دوله لخط الاساس بتاعها. فثلاث دول اتقدموا بردود على خط الاساس السعودي، قطر والامارات بيحتجوا لان السعوديه خدت قفلت او خدت نافذه تفصل ما بين قطر والامارات. وجمهوريه مصر العربيه قدمت جواب بتقول ان هي بتتفق مع خط الاساس السعودي وموافقه عليه تماما. خط الاساس السعودي اللي اتقدم في 2010 داخل فيه ان تيران وصنافير تابعين للمملكه العربيه السعوديه. يعني مصر موافقه على انهم سعوديتين من 2010. مصر استجابت، واضح انه للضغوط اللي كانت موجوده عليها ان هي من 2010 بان تتنازل وتفرط في الجزيرتين دول. فده من 2010 تم بالجواب المصري اللي بيوافق على خط الاساس السعودي. فده حاجه. الحاجة التانية بعد كده اللي نبص عليها ان احنا نبص بقى دلوقتي في اشاعات كتيرة بتقول ان الامم المتحدة هيتقدم، مصر هتقدم جواب مذكرة رسمية للامم المتحدة لخط الاساس تاني عشان لمنظمة قانون البحار علشان انها تنازلت رسميا عن الجزيرتين. الكلام ده لو تم يبقى انا شايف ان المجهود اللي يجب ان يتم مش مع القضاء المصري ولا الكلام ده كله، المفروض يجب ان يتم داخل منظمة قانون البحار في نيويورك وفي محكمة قانون البحار اللي في هامبورغ في ألمانيا. ده ما يجب ان نقوم به لو عايزين صحيح تعترضوا عليه. واعتقد انه من حق الجماعات مثل الدول في انها تعترض على اي اتفاقيه بتتقدم لقانون البحار لو فيها اضرار بيها. بس ده اللي انا حبيت اقوله لكم، اعتقد ان هو مهم في هذا السياق. شكرا.